من الدوحة الإطار الوطني هشام جبران المدرب المغربي لنادي الشمال القطري. أهلا بك. إذا من خلال تتبعك لمساري المنتخبين خلال منافسات هذه الكأس، يعني كيف تتوقع أن يكون الأداء غدا وما تخمينك للنتيجة؟ السلام عليكم ليلى سعيدة. المقابلة مقابلة تكسير عظام، المنتخبين يتشابه تقريبا في نمط وطريقة اللعب ويختلف في المنظومة. فرديا يضم المنتخب الجزائري لاعبين مخضرمين أصحاب خبرة كبيرة وشاركوا في أمم إفريقيا في 2019 كسوداني بليلي إبراهيمي بن عمري وبنجاح، فهم يتميزون كلاعب فردي والفريق المنتخب المغربي يضم لاعبين وكمنظومة تكتيكية جماعية، فالمغرب أقوى وممتاز. وإلى لحظة يتقاربان كثيرا حتى في التصنيف العالمي، المغرب في المرتبة 28 المقابلة أيضا لم ينهزم، وهذا يعطينا مؤشر حقيقي وصريح تاريخيا كرويا بحكم الجوار. فمقابلة صعبة كبيرة، كل منتخب يعرف الآخر وكل مدرب يحترم الآخر، وهناك جزئيات بسيطة جدا التي ستحسم اللقاء كمنظومة ككرة. هل المنتخب الجزائري سيضغط على الفريق المغربي؟ هل الفريق المغربي سيضغط على الفريق الجزائري؟ فهذا هو الاختلاف الذي يضم بين يعني سيدي هشام، ربما يصعب التكهن بالنتيجة، يعني المغرب والجزائر من أقوى المنتخبات يعبد طريقة نحو التتويج بالكأس. هو الفرحة عارمة صراحة هنا في قطر بحكم القرب ديالي ومتتبع رياضي. سنخسر كلا من الفريقين من المنتخبين. المنتخب المغربي يحظو باهتمام كبير واحترام هنا في قطر صراحة. المغرب إذا انتصر ومر بكل تركيز واهتمام أيضا تركيز مهم. تقنيا يجب أن يكون هناك لاعب سادس وتكتيكيا يجب أن تكون، ولكن المنتخب المغربي أقولها وأعيد تكرارها عنده كل المؤهلات لكي يكون جيد الذي يقدمه هنا في قطر. نعم، نتمنى أن تكون مباراة ممتعة ونتمنى كذلك التوفيق للعناصر الوطنية. سيد هشام جبران المدرب المغربي لنادي الشمال القطري، شكرا لك، كنت معنا مباشرة من الدوحة.